هذا التقرير، يعني عشان نشرح للسادة المشاهدين قبل ما حضرتك يعني تحلل هذا التقرير وهذه الشهادة، اتكلم فيه في جزء منه فقرة عن مصر وعن الدور اللي قامت به القوات المسلحة المصرية في سيناء. اتكلم على أولا النجاح في مواجهة الإرهاب، تنظيم بيت المقدس الإرهابي مع التنظيمات الإرهابية الموجودة في هذه المنطقة، اتكلم على التنمية الحقيقية اللي بتتم على الأرض داخل سيناء. تمام. والنبي احمد يا ريت بس انا بعت لكم صوره التقرير يبان عشان الناس تشوف احنا ده حقيقي. موجود حقيقي ارجوك انا بعته. موجود. بص يا احمد النهارده حاجه تشرف مصر والقوات المسلحه المصريه. ادي نعم. تمام ادي التقرير. نعم. التقرير ده طالع من الامم المتحده ومجلس الامن. نعم. على الناحيه الشمال يا احمد مكتوب ايه بس عشان نبقى واضحين. ان الديستريبيوشن بتاع التقرير جنرال، يعني ده بيتوزع لكل الناس. السطر اللي بعديه طلع 28 يناير 2022، يعني من شهر. نعم. اللغه بتاعته عربي ولكن الاورجانيك بتاعت التقرير انجلش. نعم. يعني دي النسخه العربي بتاعت التقرير. نعم. طب التقرير بيقول ايه بقى؟ ده التقرير رقم 14 للامين العام للامم المتحده، يعني ده طالع من الامين العام للامم المتحده. عن التهديد اللي بيشكله حزب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. يعني التقرير ده بيتكلم على تنظيم داعش وإجراءاته في المنطقة. نعم. النقطة الثالثة بيبين التقرير نطاق جهود الأمم المتحدة في تدعيم يعني أعضاء الأمم المتحدة في التصدي لهذا التهديد. نعم. واضح؟ واضح. ماشي. جميل. يبقى ده تقرير تاني من الأمم المتحدة. أيوه. من مجلس الامن. نعم. مطلعه الامين العام بيتكلم على جهود الامم المتحده للتصدي الى تنظيم الدوله الاسلاميه داعش. نعم. مقدمه الاولانيه. نعم. ده التقرير رقم 14. نخش على الصفحه الثانيه. نعم. عشان نخش كتير. نعم. الصفحه الثانيه لو سمحتوا نقلب اللي بعديها اللي بعده هنلاقي انه بيتكلم على تقييم التهديد. بيتكلم على قياده تنظيم داعش. وقال ان قيادة تنظيم داعش موجودة فين حاليا؟ في الجمهورية العربية السورية. نعم. تمام. وقال ان البعض في الدول المجاورة، وان داعش تكبد خسائر كتيرة في الفترة اللي فاتت، وان اخر زعيم لهم هو اللي هو موجود اسمه ايه اللي عندي امير محمد سعيد. نعم. ده عبد الرحمن. ده موجود وبقاله 6 أشهر لا يستخدم اي اتصالات ولا اي حاجة، لان انت عارف ده الزعيم رقم 5. الاربعة اللي قبليه امريكا صفتهم عن طريق انه بيتتبعوا في الاتصالات. الصفحة اللي بعديها وهي بيتكلم على مقاتلي تنظيم داعش وافراد أسرهم. الصفحة الثانية. الصفحة هتبقى رقم 3. تمام. وطبعا في البند رقم 9 كان بيتكلم على مخيم الهول، وبالصدفة دول أنا خد لي التقرير ده امبارح. أنا مقالي كان الأسبوع اللي فات في أخبار اليوم لأول مرة بيتكلم عن تنظيم الهول. تخيل يا أحمد، تنظيم الهول ده قنبلة نووية موجودة عندنا في الشرق الأوسط. التقرير هو كاتب بتاع الامم المتحده ده موجود فيه 56,000 فرد. تخيل. منهم 2000 امراه اجنبيه ومعاهم 7000 طفل. دول اللي كانوا متجوزين ناس من داعش وموجودين في المنطقه. الدواعش اجوازهم ماتوا ودول ارامل وموجودين مش عارفين يروحوا فين. والباقي برضو ارامل داعش ولكن من باقي الدول الاخرى. امريكا رافضه تاخدهم، فرنسا، كل الدول الاجنبيه، ودول النهارده موجودين وبتتكلم عنهم هذه المؤسسه. نعم. بعد كده بتتكلم الصفحه اللي بعديها، الصفحه الرابعه، عن الموارد المائيه الماليه لتنظيم داعش. بتتكلم ان داعش بتتكلف من 25 مليون دولار الى 50 مليون دولار. ده الكلام ده اللي كاتباه مين؟ الامم المتحده مش احنا. طيب نخش بقى على الصفحه رقم اللي بعديها. بتتكلم بقى على التقييم بتاع الامم المتحده وماسكه منطقه في العالم وتقول داعش فيها ايه. الصفحه اللي جايه ارجوكم دي مهمه جدا.
كاتبة عن شمال أفريقيا، كلمت على ليبيا وعلى المغرب، لكن البند 27 قصادنا أهو مصر. مصر شوف بقى الأمم المتحدة وشوفوا مجلس الأمن كاتب إيه عن مصر. حدث انخفاض في نشاط تنظيم أنصار بيت المقدس اللي هو من بطن مين؟ تنظيم داعش في مصر. وقال تقرير الأمم المتحدة من سنة 2019 لم تقم هذه العناصر بأي عمليات إرهابية في مصر أو تعلن عن مسؤوليتهم عن أي هجوم. يرجع الفضل إيه بقى؟ عمليات مكافحة الإرهاب اللي قامت بها القوات المسلحة. وقالوا بقى ان ده اضعف الروح المعنوية. الكلام اللي جميل اللي بعد كده بقى قالت ان مصر زادت من جهة الاستثمارات العامة في مجال البنية التحتية في سيناء في مجال النقل والاسكان. هو ده الجزء اللي في الاخر بالاضافة الاول، هو التنمية اللي حصل في سيناء. ليه يا احمد هقولك حاجة. سيادة الرئيس السيسي قال من اول ما تولى المهمة واحنا كنا يوم موجودين واحنا بنستلم في المجلس العسكري، قال يا جماعة تأمين سيناء ليس بالقوات العسكرية. والله لو جبنا جيوش العالم، ده كلام سيادة الرئيس مش كلامي، لو جبنا جيوش العالم مش هنأمنها. طب نأمن سيناء ازاي؟ بالتنمية. ان احنا ننمي سيناء، عشان كده عملنا الخمس انفاق وكباري، عشان كده النهاردة عاملين نص مليون فدان في سيناء، عشان كده طورنا بحيرة البردويل ومطار، عشان كده طورنا مينا العريش بدل ما كان بياخد اربع مراكب بياخد النهاردة 25، الطرق الجديدة بتاع اللي هو الرخام، كل الكلام ده اتعمل. محطة المية اللي موجودة في سيناء بحر البقر الاكبر، ما هي اللي هتروي نص مليون فدان يا احمد. الاحلى من كده بقى، سيادة الرئيس السيسي هو ماسك، انا مش بكبره ولا حاجة بس قول دي حقائق الناس تعرفها، وهو مدير المخابرات كان مسؤول عن بدو سيناء. فالفترة اللي فاتت في ايام الرئيس الراحل مبارك الله يرحمه كانوا عاملين شوية كرة بنقول توطين البدو، وكان البدو يجي ياخد المفتاح بتاع البيت ويمشي لان البدو عايز مية. الرئيس السيسي لما جاء مدير المخابرات قال لا، نحفر بير الاول، اول ما نطلع البير في المية نبدأ نعمل ايه؟ نبني البيوت وندي كل اسرة بدوية البيت بالارض يزرعها وجنبها مدرسة وخلافه. والنهاردة مصر المفروض في نهاية سنة 22 هيبقى جميع البدو في سيناء كل واحد في قرية وعنده بيت وعنده بير وعنده ارض بيزرعها، واهم من ده كله بقى المدرسة والوحدة الصحية. تمام يا احمد؟ احنا طبعا كان زمان بنقول سيناء رجعت لينا، ده بالاغاني يا احمد. انما سيناء ترجع لينا مين؟ لما البدو دول هيخشوا المدارس السنة دي في الصيف ده. لاول مرة هيخرج من بدو سيناء طلبة الثانوية العامة. وعشان كده سيادة الرئيس امر يخش الكلية الحربية، يخش كلية الشرطة، الحقوق، الطب، عشان بدو سينا يحس بقى مننا مش سينا رجعت بينا بالكلام. فان شاء الله اربع خمس سنين اللي جايه هتلاقي القبيله الفلانيه منها الضابط ومنها وكيل النيابه ومنها المدرس هنا بقى. ده ما كانش بيحصل قبل كده افندم. لا طبعا طبعا، البدو رحال ملوش دعوه وقاعد هايم في الصحراء بيجري ولا العشب والميه. انت لاول مره وطنت البدو ورحت خليته بقى جزء من نسيج هذا المجتمع، وان شاء الله الفترة اللي جاية هي الحماية الحقيقية لسيناء. بالظبط. هو ده تأمين سيناء بالتنمية يا احمد. والله لو جبنا جيوش العالم ما هتكفي انك تحطها هنا وهنا. فعشان كده الفكرة بالتنمية. انت عملت ليه كل الانفاق؟ يا احمد قبل الانفاق دي كان هناك احد الناس كانوا جايين عايزين يعملوا مزرعة دواجن في سيناء. فالراجل هيجيب نص مليون كتكوت. كان قبل النهارده الانفاق كان هيقعد على المعبر خمس ساعات هيموتوا. فالنهارده انت ما توصل سينا بالوطن الام اللي هي الدلتا وتيجي بقى الكتاكيت تخش وتطلع مش هتاخد 10 دقايق ربع ساعه. لا عندي حركه كمان، حركه الناس والاستثمار والاستثمار والطرق اللي اتعملت. عشان كده انا بعتقد ان ده وسام لمصر وشعب مصر وجيش مصر والسياسه اللي بتتبعها مصر. اعتقد على فكره ده مش معنى ذلك ان انا بكره ما الاقيش عمليه ارهابيه تقول لك انتوا بتضحكوا. لا،
النهارده الارهاب دول في مرحله كمون يا احمد، بيعيدوا تشكيل الشبكه العنكبوتيه بتاعتها لانها اتضربت، بيعيدوا انشاء قيادات جديده، بيعيزوا يجيبوا تسليح جديد بعد ما اتدمرت كل مخازن الاسلحه بتاعتهم. منين يا ست اللي هو يجي لهم وانت واحنا عاملين كل الاجراءات على كل حدود؟ لا ما هو ما هو برضه احنا عاملين ومقفلين، لكن هتلاقي حاجه موجوده في النص فلازم يحاول يعمل حاجه. يقول لك ايه؟ انا موجود. عشان الناس اللي بيدفعوا له بره يقول لهم انا موجود اهو بعمل. فانا مش بقول كده عشان ما يجيش حد بكره تحصل حاجه يقول لك ده انت قلت او الامم المتحده. لا، احنا من 2019 اهو من الامم المتحده بتقول ان لم تحدث عمليات. الحمد لله النهارده ما عادش في حظر التجول في عريش، النهارده الناس بتتحرك في سيناء بحريه، واصبحت سيناء جزء من الوطن يمارس فيه المواطن المصري السيناوي حقه تماما زي المواطن في دلتا النيل. ست لواء دكتور سمير فرج، دايما بنسعى بحاجه واشكرك شكرا جزيلا كل